قومي اقفي. حاضر. اول ما تشوفيني جايه تقفي على طول. حاضر يا مدام. الو الو يا ايه حبيبتي. ايه يا نجاة يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. عاوزه اقول لك على حاجه يا ايه. قولي يا حبيبتي، اتفضلي. بصي، الشغاله اللي كانت شغاله عندك جات لي دلوقتي وعاوزه تشتغل عندي، انت ايه رايك؟ لا يا حبيبتي عادي، شغليها، انا مش زعلانه منك طبعا، بس عايزه اقول لك على حاجه بقى. عايزاكي تبهدليها وتهزقيها وتمسحي بكرامتها الارض، وخليكي فاكره حاجه، ان هي هزقتك ورمت الفلوس في وشك. انا عايزاكي تاخدي حقك كويس قوي. لا سيبيلي الموضوع ده خالص، انا هاخد حقي، بس انا قلت اقولك عشان انتي صاحبتي واختي وجارتي لازم اسالك الاول. لا يا حبيبتي، انا مش زعلانه منك في حاجه يا حبيبه قلبي، انا وانتي واحد يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا ايه. ماشي. مش عاوزه حاجه مني. مع السلامه. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. خلاص، عاوزه تشتغلي اتفضلي. ايه قالت لي ما عندهاش اي مشكله. تمام، شكرا ليكي. بس عاوزه اقول لك على حاجه، انا مش هعاملك خالص ان انت قريبه ايه، انا عاملك هنا ان انت خدامه، وقبل ما تدخلي هفتشك، وانت طالعه هفتشك انت وبنتك. طب بنتي مالهاش ذنب، بنتي طفله صغيره هتاثر على نفسيتها. انا ماليش دعوه، انا قلت اللي عندي، هفتشكم انتوا الاثنين، وانتوا داخلين وانتوا طالعين. خلاص تمام. عاجبك تمام، مش عاجبك اتفضلي، وده حقي. ماشي، بس عايزه اقول لك على حاجه، كلها ايام واخد ورث ابويا من اخويا، وان شاء الله هعزمك عندي في الشقه اللي انا هشتريها جديده، وتشوفي معاملتي معاك هتبقى عامله ازاي، وهعاملك بكل ذوق وادب لما تيجي عندي. لما بقى تاخدي ورثك من اخوكي تبقي انا هعاملك ان انت واحده صاحبتي، مش شغاله عندي خالص، بس لما بقى. اتفضلي. تمام، ادخلي يا امي. يلا حبيبتي، انت شايفه؟ ارفعي ايدك. يلا اهو. انت ما سمعتيش اللي انا قلته ولا ايه؟ سمع. ماشي، اقفي على جنب، حطي الشنطة دي، انا هفتشها دلوقتي في المطبخ. يلا ارفعي ايدك. اهو تمام. خلاص ادخلي. اتفضلي القهوة اهي. بصراحة انت نظيفة جدا وبتعملي القهوة حلو جدا. تمام، شكرا لحضرتك. كنت عايزة اسألك على سؤال. قولي. انا بقالي 3 ايام شغالة هنا عند حضرتك بس ما شفتش اولادك. دلوقتي انت شغالة ايه عندي هنا؟ شغالة خدامة. انت بتتدخلي في اللي مالكيش فيه ليه؟ بعتذر لحضرتك، انا اسفة. انت مالكيش فيه، خليكي في حالك. بعد اذنك. عاوزة اقولك على حاجة، ندى دي مش جاية معايا سكة، فأنا بعد كده هقولك يا أم عبده. أول ما نادي عليكي وأقولك يا أم عبده تعرفي إن أنا بنادي عليكي على طول. معلش بس أنا ما بحبش حد يناديني باسم غير اسمي. بصي، أنت شغالة عندي هنا، أنا أقول اللي أنا عاوزاه، أنادي عليكي يا أم عبده، يا أم حسين، يا أم أحمد، تردي عليا على طول. ناديني زي ما أنت عايزة، كده كده المشوار ده مش هيطول وإن شاء الله هاخد حقي قريب. الكلام ده تقوليه في دماغي، مش كل شويه تصدعيني بالكلام ده. انا مالي، تاخدي حقك ولا ما تاخديش؟ انت شغاله عندي خدامه. روحي يا ام عبده شوفي مين. ايه ده؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ندى يا حبيبتي؟ عاش من شافك. ايه مبسوطه في الشغلانه الجديده يا ندى؟ ما اسمهاش ندى. ايه امال اسمها ايه؟ اسمها ام عبده. ايه؟ اصل انا بصراحه اسم ندى ده ولا اسم ام امنيه مش جاي معايا، فسميتها ام عبده. بس انت عارفه يا فرنسا ليه عليها قوي. اسم حلو جدا. بصي بقى، لما تحب الدلعات تقول ايه؟ ام عبده جلامبو. بقول لك ايه يا ام عبده، لسه حافظه يا حبيبتي القهوه بتاعتي ولا اقول لك عليها من اول وجديد؟ هعملها لحضرتك حاجه. بصي، وانت جايه هاتي بنتك معاكي. ليه؟ ام عبده هنا تقولي حاضر ونعم بس، سامعه؟ حاضر. يلا ام عبده جلامبو، القهوه بتاعتي. تعالي. امنيه حبيبتي. نعم يا ماما. انا دلوقتي هصب القهوه
وايه مرات خالك عايزاكي تتكلمي معاها شويه. انا مش عارفه هي عايزاكي في ايه، بس كل اللي طالباه منك يا امنيه ان انت تقولي لها يا مدام، ولا كاننا نعرفوها. طب انا عايزه اسالك سؤال دلوقتي، ايه هو خاله يا ماما مش ناوي يديكي الفلوس يا ماما بتاعت ابوكي اللي هي الورث دي؟ يا حبيبتي انا والله سايباه يومين ثلاثه عشان قال لي مشغول، بس يومين كده وهطلع اتكلم معاها على طول، هستاذن ساعه واطلع اتكلم معاها. ماشي يا ماما، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. على فكره يعني يا ماما انا زهقت من نومه في المطبخ يا ماما، انا بنام يا ماما وانا مربعه رجلي. معلش يا حبيبه قلبي نستحمله شويه، مش انتي قلتي لي انا هستحمل معاكي يا ماما؟ خلاص كلها يومين وهاخد الورث وان شاء الله اجيب لك احلى شقه وعايشك احلى عيشه. ربنا يستر يا ماما، ربنا يستر. زي ما اتفقنا يا مدام ايه، بس كده. حاضر. يلا حاضر. بس ده حلو قوي ام عبده، ايه رايك؟ حلو قوي. نعم. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. طيب بعد اذنك يعني يا فرنسا في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. اتفضلي يا حبيبتي قولي اللي انت عاوزاه. انا عايزه امنيه يعني تساعدني فوق في شغل البيت. لا معلش ثانيه واحده، بنتي ما بتشتغلش عند حد. اللي انت عاوزاه هنا في البيت تقولي حاضر ونعم بس. لا دي بنتي. بنتك دي لما تكون في بيتكم هنا تقولي حاضر ونعم بس. يا ماما يا ماما خلاص يا ماما عادي، فيها ايه يعني يا ماما؟ مش انت قلتي وين بس يا ماما نستحمله مع بعض واحنا لا ما شغلكيش في بيت حد. انا اشتغل انت لا. طب اسمعي يا ماما بس اقول لك على حاجه، بالمره كمان يا ماما اكلم خاله يا ماما، اكلمه على موضوع الورث يا ماما. يا امنيه انت كده هتزعلي مني يا لا لا انا مش زعلانه يا ماما، انا مش زعلانه، انا استحمل معاكي كل حاجه يا ماما. هنشتغل بقى في الاحضان والبوت ده وقته ده. بقول لك ايه يا ام عبده، انا مش قلت لك يا حبيبتي بطلعي عوجاني اللي فيكي ده؟ امنيه نعم. روحي يلا حبيبتي استنيها عند باب الشقه وانا طالعه لك. حاضر. يلا ندى قصدي ام عبده نسيت. ادخلي جوه يلا. يلا بصي بقى يا فرنسا انا عايزه اتفق معاكي اتفاق. قول. احنا يا حبيبتي نلعب بهم الكوره، يعني انت تاخدي ام عبده شويه انا اخد امنيه شويه، بعد كده نبدل، انت تاخدي امنيه شويه وانا اخد ام عبده شويه. عارفه زي ايه؟ ايه؟ زي جعفر العمده، انت خد كرم واديني شوقي. بعد كده ناخد كرم وانت خد شوقي. صدقي ايه؟ دماغك دي عجباني جدا. ايوه يا بنتي انا عمري ما انساها ابدا ابدا ان هي رمت الفلوس في وشك، يعني هي جايه من طرفي وتبعي المفروض تحترمني، ترمي الفلوس في وشك ابدا عمري ما انساها لها. ربنا يخليكي ليا يا ايه. والنبي ما تنسيش تقولي لها ام عبده جلابه. انا اتبهدلت قوي والله العظيم، ما انا سايبه حقي اخد ورث بس ابويا ويبقى معايا فلوس، والله ولا انا سايباك يا سلمى ولا انت يا ايه ولا انت يا فرنسا، ولا هسيب اخويا اللي عامل نفسه مش اخد باله ده. الايه مسميانه ام عبده جلامبو، نسيت نفسها لما اخويا راح يخطبها كان شكلها عامل ازاي، ده انا اخويا نضفها. ماشي يا ايه والله هاخد حقي منك ومش سايباكي. بهدلتك يا امنيه، انا خايفه كلام احمد يبقى صح، قال لها هتتبهدلي كتير قوي. يا رب لا ما تتبهدلش، معناها طلعت عند ايه فوق يعني هتتبهدل. ربنا معاكي يا امنيه هتتحل والله، والله يا بنتي لاخد لك حقك، والله يا بنتي لاخد لك حقك. ماشي. وموقفي. حاضر. اول ما تشوفيني جايه تقفي على طول. حاضر يا مدام. بصي من هنا ورايح ما اسمكيش امنيه، اسمك ام عبده. حاضر. امك ام عبده جنبه وانتي ام عبده حياف. ماشي؟ ماشي. حاضر. كل اللي هتعمليه تقولي حاضر ونعم وتنفذي كلامي وبس. حاضر. انتي حلوه اهو محترمه وجميله. الو
بقى يا غزوله يا حبيبه قلب مامي يا روح قلب مامي، انا جبت لك ام عبدو عشان تساعدك هنا في البيت وتعمل لك كل اللي انت عايزاه. اي حاجه يا حبيبتي تطلبيها ام عبدو هتعملها لك. مين ام عبدو؟ ما هي امنيه من هنا ورايح ما اسمهاش امنيه، اسمها ام عبدو. بجد؟ ايوه. انت عارفه مامتها اسمها ايه؟ ايه؟ ام عبدو جلامبو. بس حلوه صح؟ اه. دي طنط فرنسا بقى هي اللي سميتهم الاسامي الجميله دي، ايه رايك؟ يا ماما في طلب عايزه اطلبه منك. انت تقولي يا روح قلب ماما يا عيوني اتفضلي. ام عبده شعرها وحش قوي. ام عبده شعرها وحش؟ لو سمحتي يا حبيبتي لما تبقي واقفه قدامي وقدام غدر تحطي ايدك في جنبك، ما ترفعليش ايدك كده، دي معناها ايه يعني؟ توقف انتباهك كده وانت واقفه قدامي. حاضر اهو. وبعدين بصراحه يا غزل يعني هو شعرها يا حبيبتي اه انا خايفه على الاكل، وانا اهم حاجه عندي النظافه، فلازم نقص لها شعرها. فكره جميله. فكره حلوه صح. ثواني بس. ها هو انت هتقصي شعري ازاي؟ انا بحب شعري قوي، وما اعتقدش ان ماما هتوافق على الموضوع ده. ماما توافق؟ انت هنا يا حبيبتي في بيتي وقلت لك بره على السلالم اي حاجه هقول لك عليها تقولي حاضر ونعم وبس. انت هنا تقولي لي حاضر ونعم وبس. وعايزه اقول لك على حاجه، غزل ما تشتكيش منك، اي حاجه غزل عايزاها تعملها لها، لو قالت لك تعملي اراجوز عشان تضحكيها هتعملي اراجوز، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ولا قلت شعرك هيتقص يعني شعرك هيتقص. اسمع منك ايه؟ حاضر. حاضر وايه؟ ونعم. حاضر ونعم، اوكي؟ حاضر. يلا قدامي يا ام عبده.